رجعنا من جديد في فير بلاي ساعتنا الثانية، تحولوا إلى باريس وين موجود معنا زميلنا من أعلامي من باريس بدر الدين طناني، نحكيه على قضية العيش العجرودي والوام. أكيد كما سمعت الناس كل البارح أولمبيك مارسيليا فريق الجنوب الفرنسي هبط بلاغ وبيان، كان أكد أنه رئيسه باش يرفع دعوة قضائية ضد العيش العجرودي، وكذلك رجل الأعمال التونسي الثاني الرجل الجزائري مراد بوجليل. على كل التفاصيل الكل ناخذوها من عند زميلنا بدر الدين الطناني. بدر أهلا بيك. اهلا بيك اسلام وكل مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك بدر. دونك كما كنت نحكي ظهر لي قضيه الساعه، نعرف الوام ديما ليكيب ممكن خلينا نقولوا الاكثر متابعه في فرنسا، ديما كل حاجه مربوطه بالوام تعمل بوليميكا، بس يعني اصبح الحديث اليوم كثير على حول تولي العيش العجرودي ومعه شريك اخر خلينا نقولوا رئاسة الوام. اعطينا شنو التفاصيل والحيثيات الكل نتاع الموضوع. اكيد كما قلت الوام ديما تعمل بوليميك في فرنسا. صحيح كما قلت، اما معناتها الوام وسانتيتيان معناتها اكبر نوادي عندهم تاريخ كوره في فرنسا، سانتيتيان حتى نحكي عليها بعد في الاخر. الوام سمعنا في الاونه الاخيره انه الكلوب باش يتباع في العجرودي ومراد بوجلال، نعرفه هو الاكثريه اختصاصه في الرجبي معناتها مراد بوجلال كان عنده فريق تولون، لكن في الاونه في الاسابيع الاخيره سمعنا انه الوام بتاتر معناتها العجرودي باش يكون هو معناتها حامل الحقيبه لشراء اولمبيك مارسيليا، ثم معناتها دي زون دافير من العربيه السعوديه يحبوا يشري اولمبيك مارسيليا. تبعنا الفيتون هذايا، لكن في الايامات الاخرى واكيد الحكايه معناتها ركحت شويه. البارحه العشيه اولمبيك دو مارسيليا هبط كومينيكي معناتها قدم معناتها قضيه ضد العجرودي وبوجلال بانه قاعدين يشوشوا على الفريق وعلى تركيز الفريق. نعرف انه الموسم هنا في فرنسا يبدا يوم 23 اوت، اولمبيك مارسيليا قاعد يحضر في السيزون تاعو، وثناء اولمبيك مارسيليا باش يشارك في الشامبيونز ليغ بيريود تاع ترانسفير. اولمبيك دو مارسيليا انت دب معناتها لاكس سنترال نتاع دورتموند، اللاعب معناتها يحكيو عليه ممتاز معناتها قاعد يحضروا في السيزون. وفرانك معناتها مكوخ المالك لاولمبيك مارسيليا وكانه بتعطي صفيره النهايه لهذا المسلسل، لكن بالعكس انا اقول هناك شابيتر جديد من المسلسل هذايا تاع شراء اولمبيك مارسيليا باش يتحل وباش يقعد اسابيع معناتها اخرى في انتظار معناتها كيفاش باش تكون القضيه والمسار نتاع القضيه. علاش بتاو بدر باش هبطوا الكومينيكي نتاعهم؟ يقول قائل عنده مده الحكايه نتاع العجرودي ولوين؟ والله هو نادي اولمبيك مارسيليا خرج معناتها التكذيب في عديد المرات، قالوا بالحرف الواحد الكلوب اللي افوندر معناتها قالوها با مال دو فوا، لكن تعرف انه تسمعنا الديكلاراسيون تاع العجرودي مع زملائنا في معناتها شمس اف ام، وتم الترجمه نتاعو في جريده معناتها ليكيب. قال مارسيليا ما تحبش تبيع ونحن نحبوا معناتها نشريو، معناتها قعدوا في دي نيغوسياسيون. نعرفوا انه الدوله الفرنسيه معناتها حلت الكتاب على الدوسي هذا، يحبوا يعرفوا لي فون منين. تعرف فرنسا ديما تثبت منين باش تدخل الفلوس، سيرتو بعد لي زاتونتا اللي صاروا في 2015، يخافوا معناتها من الارهاب، يخافوا معناتها من لارجون سال لهين هنا معناتها في الكورونا ومشاكل الكورونا. فرنسا ما لقاتش الوقت انه باش تفتح الملف على اولمبيك مارسيليا، ونعرفوا انه رئيس الدوله ايمانويل ماكرون من مشجعي اولمبيك مارسيليا ويهمه برشا موضوع اولمبيك مارسيليا، لانه غاب على الساحه الاوروبيه في الاعوام الاخرى سنه مارسيليا بترجع للتشامبيونز ليغ، معناتها يلزمهم يدقوا في برشا حاجات وهذاك علاش تاخذ وقت كبير.
باهي تتصور علاش اذا كان لوام رئيس وكذب المفاوضات، تتصور حسب رايك علاش وانت قريب اكيد غالي وتعرف بدر، علاش العجلودي عمل التصريحات هذه وقال الكلام هذا؟ يبحث على البيرز، يبحث عرفش يحب يحير اسمه فرنسا، شنو بالضبط؟ بون هو سي العجرودي عنده ان بروجي معناتها متوسط يحب يرد اولمبيك مارسيليا، ان بروجي معناتها للبحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا، نعرفوا انه في بلدان شمال افريقيا معناتها المغرب تونس الجزائر هناك عديد احباء من اولمبيك مارسيليا، يحب يرجع كل ماتش تاع ليزاني 90 واعوام برنارد تابي الاولمبيك مارسيليا، معناتها عادوا مشروع جاي بي. وتعرف لوام سان برودوي معناتها يتباع معناتها في المنطقه نتاعنا، هذاك علاش خاطر مختلف على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هي معناتها فرنسا العاصمه، باريس والحواز نتاعها اولمبيك، الاولمبيك دو مارسي يمثل الجاليه العربيه، ونعرفوا في جنوب فرنسا هناك جالية عربية كبيرة برشا، وكان تذكر إسلام وقت لعب تونس عام 98 والمشاكل اللي صاروا مع لونجلتير، شفنا الجالية العربية الكل جاد وراء الجماهير، المغرب العربي سيرتو، المغرب العربي يوريك معناتها القيمة تاع الأولمبيك دو مارسي. وما ننساوش أنه الكؤوس الأوروبية متسمية على لوام اللي هو معناتها الفريق الوحيد في فرنسا اللي توج تشامبيونز ليج. أما ما فهمتنيش بابا مو في سؤال بدر، على إيش يبحث العيش عجلودي إذا كان توا لوام نفات؟ معناها ما فماش مفاوضات أصلا، معناها هو على إيش يلوج؟ معناها ما فهمتش بشيء أنه يخرج أخبار كيما هكا. قلت لك يلوج معناتها على مشروع متوسطي يحب باش يطور به الاولمبيك دو مارسي، وكما قلت لك الاولمبيك دو مارسي اي مش صحيح الكلام. لا لا ما فهمت بدر، مازلت ما فهمتنيش، قلت لك الكلام مش صحيح، فماش مفاوضات هما قالوا، هو علاش خرج حاجه كما هكا وهي مش موجوده؟ معناها صحيح ما فماش مفاوضات لكن قاعد يحاول معناتها جاست نبض تقول انت وبتاتر يحب يعمل البرد بتاتر ما نعرفش شنو معناتها التخمام نتاعهم، لكن كيف نشوفوا نحن معناتها سيغ لو بلون معناتها فوتباليستيك انه اللي تصور معناتها الكونكيرونس تاع باريس سان جيرمان، ونعرفوا باريس سان جيرمان شكون وراه قطر، كان لوام تولي السعوديه، ونعرفوا المشاكل اللي صايره ما بين قطر وجماعه الخليج معناتها فيها زاد شويه انستي بوليتيك، وتعرف تويك الرياضه تخلفت معناتها بالسياسه بارتو في العالم، معناتها يحبوا يعملوا كونفيرونس الباريس سان جيرمان كما صارت القناه بين سبورت، معناتها صاروا لها برشا مشاكل من العربيه السعوديه. دونك الكرة بتشجع في فرنسا الايامات الجاية، ظهر لي شنو هي التحضيرات السادات بدر؟ ما عرفتش شنو امور كورونا غادي تجاوزتوها في فرنسا ولا ما زلتوا؟ نعرفوا ماتش مهم في الكوب الوهبي الخزري مع سانت تيتيان ضد البي اس جي. بالنسبة للكورونا مازلنا معناتها ما تجاوزناش الفيروس هذايا، الابيديمية قاعدة ترجع مش بصفة سريعة، لكن من نهار الاثنين معناتها البور دي ماسك اوبليغاتوار في معناتها في ليزيسباس المسكرة الكل، الجماهير رجعت في اول مباراة ودية دارت ما بين باريس سان جيرمان ولو هافر 10 ايام التالي، باريس سان جيرمان لعب زوج مباريات في البارك دي برانس بحضور الجمهور، معناتها صار احترام معناتها لي كونسيني سانيتير، ونهارت الجمعة نهائي كأس فرنسا لأنه الموسم مازال ما وقفش معناتها في فرنسا، صحيح الدوري وقف توقف لكن باش نلعبوا كأس فرنسا نهار الجمعة، والأسبوع اللي بعده باش نلعبوا كأس الرابطة ما بين باريس سان جيرمان وفريق ليون، كما قلت وهبي الخزري باش يلعب فينال ضد باريس سان جيرمان، وعلاش ما يكونش معناتها اللاعب تونسي من اصول تونسيه يفوز بكاس فرنسا؟ نذكروا عناون حاتم بن عرفه مع فريق ران فاز بكاس فرنسا امام شكون؟ امام باريس سان جيرمان اللي مسيطر على البطولات هنية في فرنسا، والمباراه باش تدور امام 5000 مترشح في ملعب يهز
8000 معناتها مقعد اللي هو استاد دو فرانس، معناتها كيفاش باش تكون الامبيونس. نوال لوغريت رئيس الجامعه الفرنسيه حب على 25000 سبكتاتور، لكن السولات هنا في فرنسا اعطاه كان معناتها 5000، و5000 اسلام راهو فيها معناتها لي ستاديي، فيها لي تكنيسيان، فيها لي جورناليست، فيها معناتها الحمايه المدنيه، فيها معناتها كل شيء، معناتها مش 5000 جمهور برك، معناتها فيها فيها معات اللي ديتونتور دو دروا يزوم ما يفوتوش ال 5000 شخص. اما كان ما انشغلت بدل انت قاس على احلي كان غلط مش ظهري فيز وتوينس قبل بالكاس فرنسا، نتفكر كان مشغل ما كان مشغلت على يحيى مع جينغون ظهري قبل. نتصور حاجه هكا عادل الشاد اللي في سوشو سانتو ظهري حاجه هكا ولا مايش متاكد انا ما ظهري هكا. انه صبر خليفه لعب مع بيون يحيى كاس اي خسروا مع البي اس جي وقت ما نستحجر 2012 ولا 2013 معناتها العب نهائي وخسر، لكن ان شاء الله تكون الموسم الثاني تعال التوالي لاعب اصول تونسيه يفوز بكاس فرنسا ان شاء الله. وهبي قاعد يرجع فيهم ماتشات الوديه مع سانتيتيان ولا مازال شوي والله سانتيتيان قاعد يحضر معناتها في الفينال نتاعو، ونعرف انه بعض اللاعبين في سانتيتيان معناتها اصيبوا بفيروس الكورونا تم ابعادهم، هيك معناتها رجع الفريق منذ 3 اسابيع يحضر في بدايه الموسم ونهائي كاس فرنسا. ان شاء الله نشوفوا وهبي الخزري يرجع للنيفو نتاعو، لانه عملناه ما عداش السيزون معناتها اللي كنا نحبوها، نعرفوا المستوى نتاعو تراجع بعد نهائيات امم افريقيا في معناتها مصر، وما ننساوش انه زاد الموسم وقف في شهر مارس، معناتها ما نجموش نحكموا حكم معناتها كامل على مردود وهبي الخضري. ان شاء الله نهار الجمعه يكون حاضر وعليش لا يتوج كاس فرنسا ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك بدر الثاني على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص موضوع العرش العجرودي كيف على مقابلة نهائي كأس فرنسا وأيضا تداعيات كوفيد 19 في فرنسا. باهي موزيكا الأخبار ثم مواصلين في البلاي حتى الخمسة. بعد شوية باش يكون معنا مراسلنا في صفاقس فاضل أبو جناح باش نحكيو على جديدة في السي إس إس. أكيد اجتماع كان مع وديع الجري رئيس الجامعة البارح بين أعضاء من هيئة السي إس إس فيهم معز المستيري كذلك محمد جليل، أيضا حكيو على عديد المواضيع بخصوص متعلقة بالسي إس إس، أيضا إسلام بكير وقت يرجع الجزائري نتاع السي إس إس، مقابلة الودية السي إس إس، الاستعدادات للموسم وعودة البطولة في السي إس إس. ثم باش يكون معنا هشام الزاهي لاعب النادي الافريقي في الباسكيت، نحكيو على تخطيط فرع الشيخه في النادي الافريقي، اكيد التفاصيل الوضعيه السيئه الماليه للنادي الافريقي في رياضات القاعات وخصوصا في الباسكيت. موزيكا الاخبار بعد